في بالمسجد الأقصى عدة نوافذ شبابيك جصية وبقبة الصخرة. طبعاً هذه الشبابيك الجصية معروفة بالجص المعشق من الجص وقطع الزجاج الملونة. طبعاً الشبابيك هذه تصنع في ورشة الإعمار بيد فنيين فلسطينيين، وبنفس الوقت كله شغل يدوي، ما بدخل فيه أي شيء إلكتروني أو كهربائي، شغل يدوي. من هيك تقريباً كل شباك بيستغرق معنا حوالي 6 شهور شغل.